هاي عندنا اليوم درج من فتح وتسكر يدوي درج شيء حلو مرتب تسكر فتح الحرية شعر هي هالطريقة تنزل في إضاءة صالحة يعني ترى الأيام مش بدك تفتحها وإنما بدك بتسكر بسيطة شغلة له وما هي المتعبة تمام خليك عم تصور بعدين لما نفتح الدرج كمان على نفس الطريقة نعمل هيك نفتحه نشده خلصه يعني كده ما تفتح الدرج وبتسكره وفيه كمان مي كبيرة انت مي كبيرة حدود 700 دولار تمام نطلع عليها قياس هلا بنرجع ايوه كان طلعه يعني درج كويس ما بيصير عليه شيء خليك عم تصور شوي ونرجع نسكر الكبابين ها هذا الجيم اصلا 70 سم متر يعني 71 متر سم شلون بدها تكون الفتحه تبعيته وانا بشارك فيكم كل جديد